مغربية تنافس على شخصية السنة بألمانيا. من بين 12 شخصية تتنافس المغربية سوريا موقيت الباحثة في علم الاجتماع للفوز بلقب شخصية السنة 2017 في ولاية زارلاند غرب ألمانيا. وتعتبر سوريا موقيت الحاصلة على الدكتوراه في تخصص علم الاجتماع من جامعة ترير من الجيل الثالث من المهاجرين المغاربة إلى ألمانيا. اتساهمت من خلال عملها كأمينة عامة لمركز راميش في تعزيز مكانة هذه المؤسسة المعترف بها في مجال الحوار وتعدد الثقافات والتعليم والتربية والاندماج ومحاربة التمييز العنصري على صعيد ولاية زارلان. وتقديرا لجهودها في العمل التطوعي الجمعوي تم توشيحها السنة الماضية من طرف الرئيس الألماني السابق يواخيم غوك بوسم الاستحقاق للجمهورية الألمانية ضمن 24 سيدة ألمانية فاعلة في حقول عدة خاصة العمل الإنساني والاجتماعي وثقافة الحوار والاندماج ومحاربة العنصرية. وانخرطت الفاعلة المغربية المنحدرة من مدينة القنيطرة منذ مرحلة دراستها الجامعية في العمل التطوعي، وسبق لها أن حصلت كأول شخصية مغربية على جائزة الأكاديمية الألمانية للبحث الجامعي والتبادل الثقافي نظير نشاطها في الحركة الطلابية في جامعة ترير في سنة 1998. كما ساهمت في إشعاع شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا منذ تأسيسها سنة 2009 وجعلها تحظى بدور أساسي كفاعل وشريك في استراتيجية التنمية والتعاون الدولي بين المغرب وألمانيا إذ عينت رئيسة لها ما بين 2011 و2014. وقد مكن تعزيز العلاقات في مجال التعاون الإنمائي بين المغرب وألمانيا شبكة الكفاءات المغربية من إخراج عدة مشاريع إلى النور بفضل شراكات مع عدد من المؤسسات الفاعلة كالوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومركز الهجرة والتنمية والوزارة المكلفة بالهجرة المغربية ومجلس الجالية المغربي في الخارج، كما أشرفت على إحياء ذكرى 50 سنة على الهجرة المغربية في ألمانيا. وإضافة إلى التزامها بالعمل التطوعي والجمعوي ساهمت موقيت في مجال البحث العلمي إذ عملت بالتعاون مع معهد الهجرة والثقافات في جامعة أوزنابروك وبمساهمة 3 باحثين مغاربة على إصدار مؤلف علمي يؤرخ ويوثق للهجرة المغربية في ألمانيا. وتشتغل الآن على كتاب بورتريهات حول الهجرة المغربية في ألمانيا.